السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الجمهور عيني يا سلامتكم، تبارك الله عليكم، داخل الوطن خارج الوطن. الشيخ علال خوكم الفنان، ورحنا زايدين في الكلام والحكاية ما نتخلوش عليها. علاش ربي عطانا الحكاية ما نتخلوش عليها؟ أرنا يا سادات يا كرام، الولد باش غادي يحكم؟ شوف اللي بغى ربي يعطيه العقلية ثابتة وبغاه الله، بغاه الله. علاش يقول لك الساعد ساعد والشاقي شاقي من كرش مو قبل ما يزيد؟ سبحان الله. قال له يا القاضي غادي دير واحد الحاجة. ما هي؟ قال له غادي تدخل خوتي إلى هذو يتبرأوا من باهم على طموع الدنيا، باللي هذا ماشي باهم أنا ما نديش المال، غادي ندي غير با على حقي. أوليدي واسمو راك تقول؟ قال له الهضرة اللي نهضرها معاك هي اللي كاينة يا القاضي. روح أولادي، إيه تتبرأوا من باكم على طموع الدنيا وما تعطوش لخوكم المال؟ قالوا له هذه كلمة سهلة. الولد قال لهم اسمع، دخلهم بالواحد وكل واحد يكتب السمية نتاعو وكل واحد يكتب اللاج دياله ويسنيه يقول هذه الكلمة. القاضي ألغى الولد الكبير، أدخله لداخل. أوليدي المال يكمل، دعوة باك تخدم عليك وعلى أولادك وعلى أولاد أولادك، وهذه راها الجنة نتاعك. قال له اسمع القاضي، ذيك دعوة الخير ديها أنت، ذيك الجنة دخل ليها أنت. واش أنا يضرب لي المرأة عاد ويبقى فيا الحال؟ ما عمرو ما نشوف فيه ياك. اكتبها سيادي العمر ديالو اللاج ديالو هادي. قال له وليدي واسمو راك تقول؟ قال له يا القاضي هو البعيد راه متبري من باه في الدنيا وفي الآخرة. قال له سني ثانية. جاء خارج الزوج دار فيه القاضي، قال له وليدي تبرى من باك على طموع الدنيا؟ قال له اكتب القاضي اكتب كما دار خويا حتى انا ندير. يتكرفص لي انا على المرا حسب لك راه جايبها خدامه ولا؟ اكتب العمر ديالو واللاج ديالو. قال له وليدي واسمو راك تقول باه تسني؟ قال له يا القاضي راه متبري من باه في دار الدنيا وفي دار الاخره سني. جاء الثالث كذلك عيا يرغبوا ما بغاش يستطع. قال له كيما داروا خوتي حتى انا ندير. اكتب العمر ديالو واللاج ديالو. قال له اسمو راك تقول؟ قال له حتى هو راه متبري من باه في دار الدنيا وفي الاخيره. قال له سنيه ولغى على محمد صلى الله عليه وسلم. سميه محمد دائما زينه، احنا اليوم ولينا نغيروها في السميه نغيروها، ولكن سميه محمد رسول الله عمرها ما تغير صلى الله عليه وسلم. قال له وليدي يا محمد خوتك ها هما قاع تبراو من باك على طموع الدنيا. شوف شوف الرضا نتاع الوالدين شوف، وانت اش غادي تقول؟ قال له كتبت انا العمر ديالي اللاج ديالي كتب. اسمو باغي تقول باه تسني؟ قال له يا القاضي حتى هو راه متبري من خوتو في دار الدنيا وفي دار الاخره، ما هم خوتي ما ين اخوهم سني سنية. القاضي اطبع البريه جاي يديرها في القجر، وهذا محمد دار فيه. قال له القاضي واسمو راك دير؟ قال له وليدي هذا البريه تبقى شاهده عليكم، غدا من بعد غدا يموت باكم وتبقاو في التكارير باش يعني كل حاجه تكون موثقه. اها موثقه ايه. قال له اسمع القاضي اعطيني البريه، انا راني دايب على حقي والله يا البلاد اللي خوتي تبراو فيها من بوا فيها ما راحنا قاعدين، اعطيني البريه وماشي شغلك. علاش؟ قال له غدوه حتى انا نتزوج نولد الولاد غادي نخليها لولادي تاريخ من جيل لجيل، تبقى موثقه من ولد الولد، يعرفوني باللي تهليت في با. القاضي بقى يبكي قال هذا سيدي رب العالمين خيره ومتعه في دار الدنيا قبل الاخره. جبد البريه عطاها له الولد. الجماعه دار البريه في جيبو متهن عليها. قال له با؟ قال له نعم. قال له اركب على ظهري. وليدي وفين باغي تديني انت عمرك ما زلت؟ غير من الدار للقرايا، من القرايا للدار، ما خرجت البلاد ما والو. قال له اركب على ظهري وماشي شغلك، يقسموا بالله يا البلاد اللي تبراو فيها خوتي منك يا فيها ما راحنا قاعدين. طلع هرنا يا جماعه وهو يدور فيه بوه. قال له اسمع الا باغي تحزمني على ظهرك واش من طريق غادي تتجه ليها؟ قال له غير كب. قال له دير راي اتجه للقبلة، روح قبلة ويجعل الله تعالى الخير. رانا يا سادات يا كرام،
راه يعني حاسمو على ظهرو، اسمع فين غادي يمشي به، واسمع دعوة الوالدين فين غادي يتوصلوا. وهذيك الفيديو نهديه للناس اللي كيطيعوا الوالدين ويفكروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.